شو حرق لك قلبك أكتر وبكاكي؟ لأنه أنا بعرف يا أرزي أنه خلف هذه الابتسامة الدائمة والضحكة في كتير من الصعوبات اللي واجهتيها وكتير من الأمور اللي مرت بحياتك صعبة. شو اللي حرق لك قلبك أكتر وبكاكي؟ وقت بنتك تجوزت رجال من غير دين؟ أبداً. أو وقت رجعوا طلقوا؟ أكيد وقت رجعوا طلقوا احترق قلبي وبعده لهلأ محروق، لأنه هي قصفت انقصف عمره وانقصف عمره، واحترق قلبي على كريم حفيدي. يعني لو ما كان في ولاد كان أهين بكتير، بس لأنه كريم بعده لهلأ مقهور رح يضل آخر حياته مقهور. طب سؤال اليوم بيطرح نفسه باعتبارنا قدام حالة هي في مثل حالات كتير بالمجتمع، شو رأيك بموضوع الزواج من غير دين؟ يعني عادة هذا الزواج بينجح ولا هو بينجح ولا مليون هو بالمية؟ أنا بنتي وصهري ما اختلفوا، ما كان اختلافهم على الدين أبدا، كنا عايشين حياة كتير طبيعية، كنا نشارك بأعياد، هو مسلم سني، كنا نشارك برمضان وبالإفطارات معه، هو كمان كان يشارك بأعياد الميلاد والفصح عنا. والصبي هلأ حفيدي عم ربي مسلم، لأنه بالقانون اللبناني الولد لازم يتبع بيه، وما عنا مشكلة الحمد لله لا بعائلتنا ولا برا. نحنا عائلة كتير منفتحين على الأديان، يعني وطن بلدي منفتح على الأديان، وديانتي منفتحة على كل الأديان. جوال وعارف ما تجوزوا جواج مدني، تزوجوا عند الشيخ وبالكنيسة إجا أبونا بركة، دلون عدينهم. يعني أنا ضد الزواج المدني، هني كمان منفضل أنه يكون مبارك هيدا الشيء، يقبروني كان كتير مبارك حقيقة مطلقوا. أكيد إن شاء الله أيام تكون جميلة بانتظارها لجويل، وإن شاء الله حقيقة إن شاء الله كريم، إن شاء الله كريم يكون عنده الإحساس، الله يبورد له قلبه لكريم، هيدا اللي بطلبه يا رب. أهم شيء